موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا ومن سيواجه النادي الأهلي. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. متابعة المشجع مع أحمد عشاق الكرة الإفريقية في كل مكان، انتهى دور المجموعات. الاتحاد الإفريقي رسميا بيحدد 12 مارس الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة موعد لإجراء قرعة الأدوار الإقصائية ودور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا. من سيواجه الأهلي ومن الفرق اللي صعدت؟ تعالوا بينا هنتعرف على كل الكلام ده في الفيديو ده. بس قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنساش لايك وشير ومتابعة للصفحة يوصلك كل ما هو جديد، و نبدأ حلقتنا بالفرق اللي صعدت وترتيب الفرق اللي صعدت. من المجموعة الأولى صعد مازيمبي وصنداونز، والمجموعة الثانية صعد أسك وسيمبا التنزاني، والمجموعة الثالثة كان صعد بترو أتلتيكو الإنجولي والترجي التونسي، وفي المجموعة الرابعة صعد الأهلي المصري ويانج أفريكانز التنزاني. مين اللي هيقابل مين؟ أصحاب الترتيب الأول هيقابلهم أصحاب الترتيب الثاني. من المرشح للنادي الأهلي إن هو هيقابل يا الترجي التونسي يا سيمبا التنزاني يا هيقابل مازيمبي الكونغولي. تتوقع الاهلي هيقابل مين؟ مازيمبي، سيمبا، الترجي التونسي. برايك انت كمشجع اهلاوي مين المواجهه اللي شايفها سهله او في المتناول النادي الاهلي؟ لايك وشير ومتابعه وانتظروا من المزيد من الفيديوهات.